بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا عن يقول بعد محمد صلى الله عليه وسلم لجن طريقة لنمال فرنسك كسر. الأصل أن المسلم يتطهر في بيته، يعني يخرج إلى الصلاة وهو جاهز يصلي، يعني يتوضأ في بيته. نعم. सही तो यो हो कि मुस्लिम ने आफ्नो घरबाट तहारत गरेर अर्थात् वजु गरेर र त्यसको जुन वाजिबातहरू छन् त्यस्तै विशु गर्नु पर्ने त्यो सब घरबाटै गरेर आउनुपर्ने. يعني لا يؤخر الطهارة والوضوء إلى أن يصل المسجد. الأولى والأفضل والأكمل أن يتطهر في بيته. उसले यो नसोचोस् कि मस्जिदमै गएर वजु गर्छु भन्ने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो होइन, उसले घरबाटै गरेर आएको राम्रो. ويخرج إلى المسجد يلبس أحسن الثياب. मस्जिदमा आउँदाखेरि उसँग जुन राम्रो कपडा छ त्यो कपडा लगाएर आउनुपर्छ. यामसी अफल औ यरकब ला इशकाल. हिँडेर आएको धेरै राम्रो हो तर सवारीमा आएको ठिकै छ. यामसी इला मस्जिद फी सकीना फिल हैना वकार फिल हरकात. يعني لا لا ياتي للمسجد وهو يهرول او يشمر مثلا او يرفع الصوت بالكلام. نعم. मस्जिद आउँदाखेरि उसले नरम चालले आउनुपर्छ. यस्तो होइन कि भाग्दै दौड्दै वा यस्तो लाग्दैछ कि जङ्गलमा जाँदैछ जस्तो त्यस्तो हालत बनाएर आउनु हुँदैन, आरामसँग आउनुपर्छ. मस्जिदमा दाखिल भएपछि दुनियाँमै मूल छ त्योसँग त्यसलाई सबै पछाडि छोडेर मस्जिदमा आउनुपर्छ. मस्जिदमा खरिदो फरक हराम गरिएको छ. طيب المسلم يستقبل القبلة عندما يريد الصلاة، يستقبل مكة. جب نماز كنا جي حامل يا عائل ومين فرصة حامل لي قبلة طرفة عمو قبلة طرفة فرقة عمي قبلة فرصة. النظر دائما نظر المصلي دائما في الصلاة إلى موضع السجود. لا نماز پڑھنے مال چھ کو نظر ہمیشہ ملے سجدہ کرے ٹھاما رکھنے پڑھنے. يعني لا يلتفت في الصلاة ولا يرفع بصره للسماء. ما في كده بني تاو تو ثار اسمان كده نه لا كده طرف عمر فاضل فاضل يكفر يجعل الاصابع مضمومه وباطن الكفين جهه القبله. تكبير تحريما يعني الله اكبر بندا كده हाम्रो जुन हात केला छ त्यो قبلة طرف فاضل هونو پرچ يضم هكذا حلوى الاذنين او المنكبين. हातलाई एकदम सिधा पारेर कि त कन्दासम्म कि त दुईटै कानको लौसम्म मान्छेले हात उठाउनु पर्छ. गलत हो कि मान्छेले एकदम यस्तो आउँदा पाँचै एउटा फर्काएर एकदम अलग अलग गरेर दुध बनाएर यस्तो यस्तो गर्नुहुन्छ. वा यस्तो लाग्छ कि तर्कसम्म त जाँदैछ यो पनि ठिक होइन. أو يكبر هكذا يجعل باطن الكفين جهة الخدين. ويستلقى الجهاد قالت له فرقع الله وطن ليس في فتشك. لا يضم اليدين هكذا حذو الأذنين أو المنكبين قائلا أن الله أكبر. الله أكبر طن لي من سيدي عبد الحال يكتم هكذا فشل ترقار جرفة بارنا كان سمع وكان سمع حد خان طن هكذا أو قبو هكذا على صدري. إذا ما أنشد يسلو هاد فتر لكي बायाँ हात माथि दाहिने हात राखी वा बायाँ हातलाई समातेर फेरि सिनामाथि हात मान्ने. केही मान्छेहरू नियम मतलब सिनामा राखेर वा गाइडमा राखेर हात उठिन्छ. वा केही मान्छेहरू आफ्नो कोनी समातेर उभिहाल्छन्. केही मान्छेहरू आफ्नो घाँटी समातेर उभिहाल्छन् त्यो पनि ठिक होइन. वा केही मान्छेहरू आफ्नो कम्मरमा हात राखेर उठ्छन् यो पनि ठिक होइन. ल أو يقبض هكذا قبض. لازم شك من شلي داينا هات بايا هات ماتي يعني وكيلا داينا هات وكيلا بايا هات وكيلا ماتي لكن الواقع مش ليس مات. ثم يستحب له أن يقول دعاء واحد من أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا سنة. كيف تصير لي جون دعائي كثرة يعني نماز شروع شروع من دعاء صار كيف تصير كل من يقول كيف تصير دعاء
जसमध्ये कुनै पनि एउटा दुआ उल्लेख गर्छ यो सुन्नत تعالى جدك ولا إله غيرك أو غير هذا من أدعية استفتاح الوالد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يستحق الدعاء بطلب الشهادة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. يدعو جسلا يعطى يدعو نشطة وتعطى كل دعاء يعطى يدعو نشطة. ثم يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستسجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدعو نشطة. ثم يسمي بسم الله الرحمن الرحيم. يستسجد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة. अब सुरू फाते बटन शुरू करते सुरू फाते पढ़ ला बुदन यक्रा अल फातिहा कामिला एकदम जरूरी है कि सुरू फाते कामिल पढ़ आधा है आधा जरूरी मुरतबा तर्तील के साथ लजमीअ अल आयत वल हुरूफ वल हरकात यसको शब्दहरु अलग छुट्याई एकदम त्यसको मिलाएर हैन कि बुझ्ने नसक्यो र त्यसको जुन हरकात त्यसको जबरजस्त प्रेसर त्यसलाई प्रस्याएर पढ्नु पर्छ फाइदन चाहा يقول آمين أي اللهم استجب جذب في الفاتحة فريشنتا تقول آمين بني فرصة جسد وارتوه يا الله عمرو يدوى قول جانب ثم يستحب له أن يقرأ آية فأكثر أو سورة من القرآن جس بسي من سبلا كي مستحب هو كي قرآن كي بني كيوتا آية كم سبب هو نسل القرآن نعم ثم يكبر كما كبر في تكبيرة الإحرام الله أكبر ويركع جس بسي من لي الله اكبر بني خاتم ثاني ركوع غادي يجعل يقبض على ركبتين اسلام بدينه هات ولا ما تراكم ويجعل المرفقين ممدوده لا يثني المرفقين لان لو ثنى المرفقين ثنى الظهر معنيتي اكو دوتين كوني غادي شي راكم برضه نعم يقول في ركوعه مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم ذوق الدعاء سبحان ربي العظيم يقم سكم قني एक मरते छोटी पाना अनिवार्य है जरूरी है واستحب له ان يزيد رايو مستحبك تي ولا بڑی پڑھنا سکتا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمد السبوح القدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جن ارض ارض سان جسے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم جو جو دعا ارض ارض سان جسما جو دعا ارض ارض لے پڑھنا سکتا جو اس نے یاد نعم والان وهو راكع بين الركوع وبين الاعتدال يرفع اليدين يقول سمع الله لمن حمده فإذا استقام قال ربنا ولك الحمد अब मान्छे रुकुबाट उठ्दाखेरि सबभन्दा पहिला उसले सम्य अल्लाह अल हमिद भन्ने र नरम चालले उठ्ने र त्यसपछि उसले भन्छ रब्बना वलकल हम्द यरफा मा रफा लदैन सम्य अल्लाह लिमन हमिद है मान्छेले यो गर्नु गर्छ कि पहिला एकदम सिधा उभिहाल्छ र उभिसकेपछि बल्ल भन्छ सम्य अल्लाह लिमन हमिद यस्तो सही छैन मान्छेले असलमा रुकुबाट उठ्दाखेरि है सम्य अल्लाह लिमन हमिद भन्दै उठ्ने हो मान्छे अलआज यमकै اجي ايوه هي الدم برابر باين الان يجعل المرفقين ممدوده المرفقين ممدوده لا يثني المرفقين لا يثني المرفقين ولا يطاطع الراس ولا يرفع الراس يجعل الراس على استقامه واحده مع الظهر मान्छेले हात एकदम सिधा गरेर घुँडा समातेर राख्ने यो रुकुमा र त्यसले आफ्नो पिठी पनि माथि उठाउने होइन र टाउको पनि माथि उठाउने होइन र टाउको तल पनि एकदम गर्ने होइन नाम ला यसन अल मरफकाइन ला यसन अल मरफकाइन आफ्नो जुन उस्ताद टिउनी छ त्यसले नै मोड्ने होइन एकदम उस गर्ने टाइप गर्ने नाम عندنا اكثر مشكله في الركوع والسجود في من يصلي في البنطال اذا انكشفت العوره من هنا بطلت الصلاه يدي الان اكثر اشكال عندنا في من يصلي في البنطال عندما يركع ويسجد اذا انكشفت العوره من هنا بطلت الصلاه غير ما تصلي ركوع قرات الكبره त्यो कपडा यति छोटो हुन्छ कि उसको शर्मगा देखिहाल्छ यस्तो भएपछि मान्छेको नमाज बाँकी हुन्छ त्यो नमाज माने हुँदैन नाम औ इदा थाना हुन المرفقين انسان الظهر ومانسي आफ्नो टाउको एकदम जमिन अगाडि हाल्नु रुकुमा आउँदाखेरि त्यो पनि ठिक छैन औ بعض الناس لا يقبض على الركبه يقبض هنا هكذا ليس بركوع ومانسي पुरै रुकुमा पनि नसो सरकार रुकुमा गरे टाउको यसमा माथि उठाए औ يرفع
الركع ينخفض اكثر من الركوع ايضا لا يصح. يمد المرفقين ويجعلهما على استقامة واحدة مع الرأس. يقبض على ركبتين. الآن وهو راكع بين الركوع وبين الرفع مع رفع هكذا يقول سمع الله لمن حمده. من سيبقى لكن سمع الله لمن حمده بالنبوصة يؤمنك وكذا بالنبوصة. فإذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد. من سيبقى لكن त्यही उठिराखेको हालतमा उसले समी अल्लाह अलिमा हमिदा भन्ने र त्यो भनिसकेपछि जब सिधा भइहाल्छ तब उसले दुवा पढ्ने र मान्छे जुन नमाजमा उभिएर उस गर्छ त्यति बेला चाहिँ यो उभिने जुन उसको स्थिति छ त्यसमा पनि धेरै गल्तीहरू गर्छ. मान्छेले के गर्ने आफ्नो काँधाको बराबर खुट्टालाई पहिला मोटरले विचारले उभियो काँधा र खुट्टा एक साइडमा हुनु पर्यो. نعم الآن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وجوبا. أبا يوم يستوى ما تلك سمع الله لمن حمده بلغتي ربنا ولك الحمد وانا واجب. ويستحب له ان يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمستحب ما مسجد من الارض يقال بعد ما لربي الحمد لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها وغير هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ارجو الدعاء ربنا ولك الحمد ربي الحمد اسم الدعاء لسان ثم يسجد الان على الاعضاء السبعه. لابد يمكن سبع اعضاء ان تسجد على الارض. त्यसपछि उसले आफ्नो सातवटा अङ्गहरूमा टेकेर सजा गर्छ र खुट्टाको मौलाहरू भन्नु ويحذر أن لا تنكشف العورة وهو ساجد. قبلنا اسكو جن أنغا أرسل جن أنغا نبلو يجعل يضم الرجلين. نعم بعض أصابع الرجلين على الأرض. اسلي أحنا كتاك مؤولا خارب كبلا تنظر لك البصر جون لك البصر دوجة كتاك يجعل الأصابع مضمومة الأصابع مضموم يضم الأصابع إلى القبلة. اسلي أولا أو كبلا تنظر لك البصر. نعم عندنا أخطاء بعض الناس يجعل الرجلين هكذا خطأ. أو يرفعهما وتسلي ماتي جن كنت تسلي ماتي أو يضع إحداهما على الأخرى وتسلي إلا كنت لي أو كنت ماتي هذا كله لا يصح. لابد أن يضع باطن أصابع الرجلين على الأرض. يصلي स्थिति जुन छ यो सब गलत हो. मान्छेले आफ्नो खुट्टाको औँलालाई किन्नतिर गर्न दुईले खुट्टाको जोडेर राख्नुपर्छ. रब الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. त्यसपछि उसले एकचोटि भन्दा बढी भन्यो भने यो मुस्ताहब हो. जस्तै अरू द्वारा सुखन कुद्दोस द्वारा जुन द्वारा छन् त्यो उसले पढ्न सक्छ. ايضا عندنا بعض الناس يضع المرفقين على الارض. धेरै मान्छेहरूले आफ्नो पुरा हात आफ्नो पुरा हात पुर्णी समेत पुरा जमिनमा बिछाइदिन्छन् त्यो पनि ठिक त्यसपछि भनेर मान्छे बस्ने ويجعل باطن أصابع اليمنى على الأرض ويفرش اليسرى ويجلس عليها. بايا كنتا بشارة داينا كنتا أولا 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 ما جلت يجب بايا كنتا مني بسني. ويجعل الأصابع أطراف نهاية الركبة أول الركبة يعني نهاية الفخذ. ما نسير لي أحنو خار أحنو غورا كنتا مني بسني. هذه الجلسة تكون في جلسات الصلاة كلها. يستي جلسة يعني جلسة من شيء يستي لي يي جلسة يي استي احنا نمارنا احنا فرمان إلا الصلاة الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير يتورط. جل نمار تين ركعتها يصبح وإن ركعت جل نمار يصبح يستي. نعم
نعم يتورك لأن يخرج اليسر اليسرى من تحت ساق اليمنى. نعم. تسكو استيتي يعني تشارك في النماذج تسكو أنتم تسوق استيتي على ميسا تسلي أخنا بايا كنتا داينا كنتا كتالا باتنا نكالا راكي بس تسكو عمي لانا يجلس على رجلين هكذا خطأ دويته كنتا تشارك في سيئة بس كالسي يوكال غلط أو هذه الأسرة اجعلها هكذا اليمنى. نعم عظيم দুইটা খুঁটটা তো বীজ মারা আপু আসবে খুঁটটা দুইটা তো সেই দিন বীজ মারু আসে আও আওয়াজে সাকা দা আইন দুইটা আলাদা আলাদা বয় খুঁটটা তো দুই পয়সা আছে তো দুইটা কিন্তু ফারকার না 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 জোস ইয়াজলেস আজলসা সহিহা আকাল না সহি তরিকা কি হলো যে আমি বলতাম কি দাইনা খুঁটটা কোলা আলো يقول بين السجدتين مرة واحدة رب اغفر لي. ليش شدك بيج ما جيت كذي كم سكم رب اغفر لي وهذا لا يجوز بدعة. رب اغفر لي شو مطري؟ رب اغفر لي ولوالدي يا سالك ما قرن يا بدعة تو يو قرن ودي. نعم. ثم يسجد سجدة. كاسمه اللي سجدك رب سلطان. يحلق بإصبعيه ويجعل السبابة يشير بها للقبلة. उसले आफ्नो औँलाको गोल दायरा बनाउँछ बिचोलाउँदा र बुढ्याउँदा र त्यसपछि सद्भावना हुन दिन्छ यक्रा तशहुद التحيات لله जुन तशहुद र तहियात जुन दुआ गर्छ त्यो पढ्दै गर्ने वस्सला इब्राहिम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहि सलाम माथि सलातु सलाम पढ्ने ثم يستعيذ بالله من اربع يستعيذ بالله من اربع اشياء يتعوذ بالله يستعين اللهم من يقول اللهم من اعوذ بك من عذاب جهنم جن چارتا دوام بتائیے کو سب کے چارے وٹا کرو وٹا اللہ تعالی کو پناہ مانی طيب يسلم بعد هذا براس فقط يسلم بالراس فقط كيف بتقول السلام بيني ورحمه الله ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله برأس فقط. نعم. أقول تعالوا ليتكر جماعنا كل سلام سلام من يتعالوا كل مطري سلام مطري. بعض الناس يسلم هكذا السلام عليكم ورحمة الله هذا لا يجوز. نعم. أو يسلم باليدين يحرك اليدين أو يضرب. رجلي من شر لي هات بيشار لي فني سلام بسم الله هات لي كرت ما تنا أو يطاطا الرأس هكذا يقول السلام عليكم يطاطا الرأس هكذا ويسلم لا يجوز أيضا وتعلق هلا ودي من شر سلام بسم فإذا انتهى من صلاته ماذا يصنع؟ أبو نماذج ما سلام فيني شنو بتشوف اللي فيك يا